بيتعرض حاليا في السينمات 4 أفلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والأفلام جت متنوعة بين الأكشن والتاريخي والكوميدي، وهي ولاد رزق 3 وأهل الكهف واللعب مع العيال وعصابة الماكس، وده اللي بيخلي الموسم ده واحد من أقوى المواسم في السينما من سنوات، وخصوصا إن احنا بنشوف فيه أسماء لفنانين كبار. وعشان نعرف أكتر عن تفاصيل الأفلام المعروضة حاليا هيكون معانا مداخلة مع الناقد الفني مصطفى الكيلاني. أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكي، وكل سنه وحضرتك طيبه والمشاهدين كلهم بخير يا رب. وحضرتك بخير وبالف صحه وسلام. شايف ازاي عوده فيلم ولاد رزق بجزء ثالث ومشاركه نجوم عالميين فيه؟ فيلم ولاد رزق حقق نجاح كبير في الجزئين اللي قبل كده، الناس كلها كانت مستنيه الجزء الثالث ده بقالها كتير قوي. في عدد كبير من النجوم اللي الجمهور كله بيحبهم، فعلشان كده طبيعي انه يبقى في نجاح. حتى يعني من بدايه عرض البروموهات بتاعت الفيلم وهو متشاف بشكل كويس جدا، والناس كلها بتعلق على السوشيال ميديا والناس كلها مستنياه، ففعليا الفيلم ناجح. الجزئين الاولانيين نجح كبير، يعني هو ولاد رزق و2 والفيل الازرق هم وكيرة والجن، دول اعلى 3 افلام في الايرادات في تاريخ السينما بحسبه الفلوس، يعني مش بحسبه عدد التذاكر. لكن الجزء الثالث كمان في شكل اكثر ابهارا، الانتاج اكثر سخاء في الموضوع، فعلشان كده اتوقع كمان يكون نجاحه أكبر من البطولة. طيب بالنسبة لعودة خالد النبوي للسينما من خلال فيلم أهل الكهف بعد طبعا تفرغه لسنين للدراما اللي شفناها في الفترة اللي فاتت؟ هو خالد النبوي تفرغ للدراما التلفزيونية بقاله سنين فعليا، والسينما مفتقدة فعليا. خالد النبوي واحد من أفضل ممثلين المصريين ومن اهم الوجوه اللي حاولت تقدم سينما مختلفه ومغايره من بدايته في اوائل التسعينات. هو النهارده بيقدم عمل، العمل اتاخر كتير، اتصور في حوالي 4 سنين، حصل فيه مشاكل انتاجيه كتير. اتمنى انه العمل يعدي الخطوة العرض في العيد بإيرادات جيدة، علشان يكمل خالد النبوي شغفه في تقديم سينما هو بيحبها وعاوز يعمل حاجة مختلفة فيها. هل حضرتك شايف انه فيلم أهل الكهف هيكون امتداد للنجاح اللي شفناه في مسلسل حشاشين في دراما رمضان اللي فات، بما ان الاثنين اعمال تاريخية، ولا مالهمش علاقة ببعض؟ لا، الاثنين صعب يتقارنوا ببعض، لانه ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص، وده ستايل وده ستايل ثاني. الحشاشين عمل متقدم بشكل متطور اكتر بكتير، حتى في تقنيا من اهل الكهف، لانه اهل الكهف اتاخر كتير في عمليات الانتاج. فالموضوع بس مختلف في شويه تفاصيل كتير، بس مع ذلك اتمنى انه اهل الكهف يحقق ايرادات جيده في الموسم، رغم انه انا شايف ان توقيت نزوله صعب عليه، صعب انه ينزل في العيد، ده مش فيلم عيد، بس يا رب يكون في ليه مساحه جيده. طيب وايه رايك في البطوله الجماعيه للسينما السنه دي؟ فبنشوف مثلا فيلم اهل الكهف وفيلم ولاد رزق وفي كذا فيلم. البطولة الجماعية هي بطولة ده موجود دايما في السينما المصرية من بدايتها اصلا طول الوقت. بالمناسبة يمكن انجح افلام في تاريخ السينما المصرية هي اللي بيكون فيها مجموعة نجوم كبار موجودين، يعني احنا مثلا بنتكلم في كيرة والجن هتلاقي كريم عبد العزيز واحمد عز ومعاهم كوكبة من الممثلين تقالوا النجوم بس الكبار. كان بقالنا فترة قبل الأفلام دي كنا دايما نشوف بطل أو بطلة أو بطل وبطلة بالكتير. ما هو ده يا فندم، ده الغلط بالظبط. ده ممكن يبقى عمل واحد عملين طول الوقت. الفيلم اللي بحضرتك كنت بتشوفي نجوم كبار جدا، كل واحد منهم يشيل فيلم لوحده وكلهم موجودين في عمل واحد، ممكن بعد كده كل واحد منهم بيعمل عمل لوحده، بس الطبيعي والمعتاد ان هم
الاسامي كتير وتقيله موجودين في فيلم واحد. صح. ده دي طبيعه السينما. انت يمكن تلاقي بره في 12 نجم موجودين في فيلم واحد. 12 نجم من السوبر ستارز طبعا، هوليوود ستارز بالظبط. فيعني احنا النهارده بنتكلم في انه نموذج ولاد رزق ده نموذج طبيعي جدا، ونموذج وكذلك اهل الكهف نموذج طبيعي جدا. وعلى ما اظن حتى في اللعبه مع العيال محمد عادل امام مش لوحده، محمد عادل امام معاه افيش كبير قوي وضخم جدا من الممثلين والكوميديانات الطوال. طيب بالنسبه للافلام الكوميديه حضرتك شايفها ازاي السنه دي؟ والله احنا شكل الكوميديا بيتغير عندنا. يعني انا عندي امل في فيلم عصابه الماكس لاحمد فهمي، يمكن اكتر شويه من اللعبه مع العيال، لانه احمد فهمي ذوقه الكوميدي مختلف شويه ومميز. هو وشيكو وهشام ماجد بيلعبوا الكوميديا تناسب اكتر الوقت وتناسب العصر وفيها افكار جديده على ما اظن اكتر من اللي هيكون قدمه شريف عرفه ككاتب في لعبه مع العيال. مع احترام الكبير لشريف عرفه كمخرج، لكن شريف عرفه ككاتب عنده مشاكل كبيره في الكتابه، لكن هو كمخرج، هو كمخرج طبعا واحد من اهم مخرجي السينما المصريه في التاريخ. بس اتمنى انه برضو احنا لسه قاعدين بنشوف الافلام ونتابع، وكمان بنتابع الايرادات، انه فيلم اللعب مع العيال يكون نقله لمحمد عادل امام لقدام، لانه محتاج يعدي الكبوات اللي حصلت له في خلال الفتره الاخيره خاصه التلفزيونيه. هل حضرتك شايف ان 4 افلام كفايه على موسم عيد الاضحى، ولا كنا محتاجين افلام اكتر من كده؟ هو بصراحة على عدد الستريمات اللي موجود طبعا 4 افلام كفاية قوي، لان احنا عدد الشاشات بيتقلص للاسف في مصر. دي ازمة كلنا بنتكلم فيها، كل الناس في السينما حتى الدولة نفسها بتتكلم فيها، مسؤولين السينما في الدولة، ان عدد الشاشات في مصر قليل جدا ولازم يزيد. ما ينفعش مصر تلك الدولة العظيمة اللي كل اللي فيها حوالي 105 مليون بني ادم وفيها حوالي 15 مليون ضيف، يكون عدد السينمات فيها سينما لكل نص مليون بني ادم. صعبه جدا، ده رقم ضعيف جدا جدا، ورقم اقل بكتير من دول اقل مننا بكتير جدا وما عندهاش تاريخ سينمائي زينا. الناقد الفني مصطفى الكيلاني بشكر حضرتك جدا على المداخلة، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، ربنا يخليك. شكرا.